بس قبل ما ابدا نشوف التقرير ده اللي فيه مقتطفات من بعض الالعاب الرياضيه المختلفه لابطال حصدوا ميداليات، حققوا بطولات، لكن بعد كده تم استبعادهم بسبب المنشطات، لكن في كل الاحوال بيدافعوا عن نفسهم وبيقولوا فتش عن اللحوم. ما زال المنتخب المصري لكمال الأجسام يواجه أزمة في البطولات الدولية، حيث ترفض تأشيرات اللاعبين من قبل الدول المستضيفة على خلفية ظهور آثار للمنشطات عليهم، تأثرا باللحوم التي يتناولونها المحتوية على كمية من الهرمونات. ولذات السبب أوقف محمد محسن لاعب الكرة الطائرة بنادي الزمالك، وكذلك لاعبة منتخب الكاراتيه رضوى عرفة. بعد قليل هيبقى معانا محمد محسن لاعب الطائرة الشهير، وهيبقى معانا أيضا بعض أبطال كمال الأجسام الذين تم استبعادهم بسبب المنشطات، لكن هم بيقولوا فتشوا عن اللحوم والهرمون اللي موجود.